بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة. بعد أخوكم جمال بارفار يحييكم في مقطع جديد مقاطعة تعلم مع جمال. طبعا فرعت الغاز 410 اللي كان في هذه الوحدة، عيد وكرر أصلا تعمل بغاز 22، تم استبدال الضغط ووضع ضغط روتري 410، شحنتها بغاز 22 قبل أسبوع وعملت بشكل جيد، وأيضا بالأمس شحنتها بغاز 410 وأيضا عملت بشكل جيد لكن الامبير مرتفع. في هذا المقطع راح أشحن غاز 22 وغاز 134. طبعا هذه الوحدة تأخذ 1 كيلو طن ونص جنرال متغير فيها الضغط، راح تأخذ 1 كيلو، راح أشحن 700 جرام من غاز 22 و300 جرام من غاز 134، راح تكون النسبة 70 إلى 30، وراح أشوف استهلاك الامبير وجود التبريد في هذه الوحدة بعد اتمام عملية الشحن. الساعة 8 مساء، الامبير الحالي تقريبا 6.7، طبعا الساعة 11 صباحا ثاني يوم او اول يوم عفوا من تغيير او دمج غازات تبريد. زين، الامبير حاليا تقريبا حدود 7.3. الساعة 1 ظهرا، درجة الحرارة تقريبا 42، قياس الامبير 7.1. درجة تبريد مقبولة أو جيدة جدا صراحة، يعني دمج الغاز في هذه الوحدة أعطانا تبريد جيد مع انخفاض في استهلاك الكهرباء، وهذا شيء جيد صراحة. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطعة أخرى من تعلم مع جمال. شكرا جزيلا.